بموقع عمان، أكملت اختباراتي الأولية في بغداد والمناطق الشمالية. الحمد لله والشكر. طبعا انا هذا الموقع بصراحه مو مجامله، موقع شبابي وموقع الحمد لله والشكر، انه كثير من الناس يعني يتصور انه النقد بعض الاحيان، بالعكس انا اعتبر النقد هو ايجابي للمدرب، بكل احترامي لكل المدربين، طالما انه النقد يكون في صلب موضوع كره القدم فهذا ينحسب لكم انتم ان شاء الله باذن الله تعالى تكونون يعني سباقين بهاي المواضيع، ودائما سباقين. انا لاحظتكم اكثر من امور تخص كره القدم او لاعبات كره القدم او مدربين كره القدم صراحه حاضرين. بالنسبه للاختبارات احنا الحمد لله والشكر ختمنا جميع الاختبارات، يعني الاختبارات النهائيه مو الاوليه كايضاح فقط، وانما الاختبارات الاوليه بدات من قبل تقريبا شهر ونص الى شهرين، والحمد لله والشكر ختمناهم من قبل 15 يوم، وباذن الله تعالى يوم ان شاء الله يوم المقرر ان شاء الله مع اللجنه النسويه ومع الاتحاد بعد الموافقه، التجمع الاولي راح يكون للمنتخب اللي يضم القائمه ضمن 30 لاعبه اللي هم المنتخب الناشئات، المنتخب الاساسي ومنتخب الناشئات، فان شاء الله راح يكون يوم 1/10 باذن الله تعالى استعدادا لبطوله كاس اسيا المؤهله لكاس العالم الشهر الرابع باذن الله تعالى 26/4. فاذا تشوف اليوم الحمد لله والشكر الاتحاد واللجنه النسويه عازمين على العمل باتجاه المنتخبات النسويه مبكرا، قبل كانت جل احترام الجميع الاتحادات على راسنا، كانت يمكن قبل شهر وجنابكم تعرفون قبل شهر شهرين ودزوا المنتخبات، وكانت المنتخبات ما لها حضور ما لها اسم بصراحه. هسه الحمد لله كابتن عدنان واعضاء الاتحاد وست رشا واللجنه النسويه بنعمل على وفق مدى بعيد، وبهاي الست اشهر باذن الله تعالى راح نعمل بها هي اساس، وان شاء الله باذن الله تعالى رمينا عدد من اللاعبات اللي ان شاء الله يضاهون لاعبات منتخب الناشئات للعراق، ان شاء الله راح تشوفون جوده من اللاعبات جيده جدا، يبقى ان شاء الله النفس الطيب والتكاتف الاعلامي والتكاتف الاداري والتكاتف الفني هو هذا اللي يخلق اجواء منتخبات بصراحه. فانا الحمد لله والشكر انه خلال هاي الفتره اللي مسكت جميع هاي الامور، ان شاء الله بالتوفيق للجميع ان شاء الله. كابتن هل هناك لاعبات مقتربات قادمه للمنتخب الوطني الواعدات والناشئات؟ اي نعم انا يمكن اوضح انه القائمه انضمت 30 صراحه، وخلينا رغم ال 30 اللي هي 30 بس خلينا القائمه احنا سميناها ملحق ب10 لاعبات اضافيات، وراح نظل هم نستمر ويا العشر لاعبات، يعني راح يكونون مو من ضمن الاختبارات مو من ضمن التجمعات العفو، بس راح يكونون تمارين خاصه لهم، وحتى نلحق هذول باذن الله تعالى، بغض النظر انه القائمه السابقه انت تعرف المواليد تحكمنا حبيبي، يعني كانوا عندنا 6 و7 و8 هسه طلعوا من المجال مالتنا راح ترحلوا للشابات، فاستقرينا على 9 و10 و11، فلا بد انه يعني مو نفس المنتخب اللي كان موجود، يعني ممكن تقريبا 4 إلى 5 لاعبات من المنتخب اللي كان موجود والباقي كله مضاف جديد من اللاعبات.